السلام عليكم، يعطيكم العافية ثامن. اليوم إن شاء الله رح نبلش درس جديد، الدرس الثالث من الوحدة الثانية، ضرب حد جبري في مقدار جبري. ضرب حد جبري في مقدار جبري، نحن نتذكر مع بعض شو يعني حد جبري. هو ثابت أو متغير، أو حاصل ضرب ثابت بمتغير أو أكثر. الثابت سميناه المعامل، والمتغير سميناه القسم الرمزي مع الأسس، المتغير مع أسسه. طيب المقدار الجبري هو حد جبري أو أكثر يربط بينهما عملية الجمع أو الطرح. نتذكر مع بعض أيضا من قوانين الأسس، س قوة أ ضرب س قوة ب، لما يكون الأساس نفسه للأسس المختلفة حالة الضرب بجمع الأسس. س قوة أ قوة ب، قوة مرفوعة لقوة اللي هي تكون حاصل ضرب القوة. لما يكون الأس عندي سالب ناخذ مقلوب العدد كامل، ولما يكون القوة صفر بعطيني العدد واحد. نبدأ بأفكار الدرس. أولا هو ضرب حد جبري في حد جبري آخر، لنضرب حدود جبرية ببعضها. لإيجاد حاصل ضرب حد جبري في حد جبري آخر، آلية الحل هي تكون نضرب معامل الحد الأول بمعامل الحد الثاني، نضرب المعاملات الأرقام بعضها الأعداد بعضها، ومن ثم القسم الرمزي للحد الأول بالقسم الرمزي للحد الثاني، طريقة اللي هي ضرب القسم الرمزي المتغيرات اللي باستخدام الأسس اللي أخذناها بتطبيق قوانين الأسس. رح ننتقل لمثال واحد صفحة 57. عندي 3 ضرب 4 صاد، الثلاث هي ثابت وسميناه حد جبري. ضرب 4 صاد أيضا هنا حد جبري. آلية الحل رح نضرب المعامل بمعامل، معامل الحد الأول بمعامل الحد الثاني، 3 ضرب 4 12. هون ما عندي قسم رمزي، بس قسم رمزي هون صاد تنزل 12 صاد. مثال 2 سالب 7 لام هو 3 ضرب 5 لام. عندي هنا حد جبري ضرب حد جبري، سالب 7 معامل في 5 بسالب 35. ننتقل لضرب القسم الرمزي، لام هو 3 ضرب لام. عندي اللي هون نفس الأساس، الأسس مختلف في حالة الضرب، بجمع 3 زائد 1 اللي هي لام قوة 4. طبقنا قوانين الأسس فكان الناتج سالب 35 في لام قوة 4. المثال الثالث، عندي 3 حدود جبرية بدي أضربها ببعض. عادي نضرب 3 معامل في 2 6، 6 في سالب 4 اللي هي سالب 24. ننتقل للقسم الرمزي، حدود المتشابهة. عندي هون نون، هون نون تربيع، هون ما في، فبشوف الحدود المتشابهة بنطبق عليها قوانين الأسس، نون قوة 1 في نون قوة 2، نون قوة 3. هون عندي ميم تربيع، هون ميم قوة 5، ميم قوة 2 في ميم قوة 5 اللي هي ميم قوة 7. كملنا اللي حاصل ضرب 3 حدود، كان الناتج سالب 24 في نون قوة 3 في ميم قوة 7. إذا بضرب المعاملات من ثم الحدود المتشابهة، نون في نون تربيع، فيش غير نون موجود بالحد الأول والثاني، بنزلها بجمع الأسس لأنها ضرب. ميم موجود بالحد الثاني والثالث، ميم قوة 2 في ميم قوة 5 اللي هي ميم قوة 7، بكون أنهيت عملية الضرب. ننتقل للفكرة الثانية اللي هي ضرب حد جبري في مقدار جبري. هون صارت حد جبري في مقدار جبري. عشان أوجد حاصل ضرب حد جبري في مقدار جبري، اللي هي رح نستخدم خاصية توزيع الضرب على الجمع، اللي بتكون بين أقواس عدد المضروب في القوس كامل، بدي أوزع الضرب على الجمع. من ثم ننتقل لآلية اللي حد جبري في حد جبري اللي أخذناها. مثال 2 صفحة 59. عندي الأولى 4 في مضروبة هون حد جبري، مضروبة بالمقدار الجبري اللي هي س ناقص 5، بوزع الضرب على الجمع أو الطرح نفس الآلية. 4 في س زائد 4 في سالب 5، هون بعتبرها إشارتها. 4 في س 4 س، 4 في سالب 5 اللي هي سالب 20، في 4 س ناقص 20 بعطيني الناتج النهائي. مثال ثاني، سالب 2 س مضروبة هي حد جبري، مضروبة بالمقدار الجبري كامل، ص ناقص 4 س قوة 3، دوزع الضرب على الجمع. سالب 2 س في ص، سالب 2 س في سالب 4 س تكبير، سالب 2 س في ص زائد سالب 2 س في سالب 4 س تكبير. سالب 2 في 1 هم عاملها 1، سالب 2 في 1 سالب 2، س وص مختلفة
الفاعل بنزلهن. سالب مع سالب موجب، 2 في 4 8، س قوى 1 س قوى 3 س قوى 4. هل الحد الجبري اللي فصلناه من هون بقدر اجمع مع الحد الجبري الاخر؟ لا، لان القسم الرمزي مختلف ايضا بالمثال الاول. هون بتكون بابسط صوره، هذا مفهوم انه وجد ناتج ميالي بابسط صوره. ابسط صوره يعني انه خلص بتوصل لاخر نتيجه، ما بقدر اجري ولا اي عمليه عليها. ننتقل لمثال 3. اذا الضرب تبديلي احنا بنعرف كان الحد بالبدايه او بالاخر نفس الشيء، بتوزع الضرب على الجمع اللي في سالب 4 كاف لام، في موجب 2 لام، في 3 هاء. يلا 3 هاء ضرب 9 كاف تربيع زائد 9 كاف في 2 لام زائد 9 كاف، عفوا هون تربيع، كاف تربيع في سالب 4 كاف لام. يلا نبلش حد جبري في حد جبري. 3 في 9 27، هاء وكاف اللي هي قسم رمزي مختلف متغيرات مختلفة بنزلهن مع الأسس، زائد 9 في 2 18، كاف تربيع وهون لام كمان مختلفة بنزلهن، زائد هون عندي 9 في سالب 4 سالب 36، كاف تربيع هون عندي كاف لام، الكاف تربيع مع الكاف كاف قوة 3 واللام تنزل. توصلت لحدود جبرية، هل من ممكن إني أجمعهن أو أعمل أي عملية حسابية؟ لا، لأنه اللي هو هون حدود جبرية مختلفة، قسم الرمزي إلها مختلف مع الأسس. بكون أنهيت اللي هي أفكار درس ضرب حد جبري في مقدار جبري، اللي هي الفكرة الأولى حد جبري في حد جبري، وحد جبري في مقدار جبري بتوزيع الضرب على الجمع، ويعطيكم العافية تماما.